استخدامك لضمير الجمع نحن بدلاً من أنا يمكن أن يكون سبباً في زيادة الحياة الزوجية الراضية والسعيدة. هذا ما يؤكده باحثون في جامعة كيبك، مؤكدين أن هذا الضمير هو سر السعادة في الزيجات، وهو ليس أمراً بسيطاً كما يبدو للوهلة الأولى. الفكرة أن هذا الضمير الجمعي يبرز هوية مشتركة بدلاً من تفسير منفصل أو فردي للذات في علاقة رومانسية، عاكساً تأثير المتبادل للشركاء على بعضهم البعض بالإضافة إلى إحساسهم بالترابط. الدراسة أجريت على 77 من الأزواج ودلت أن من استخدم مصطلح نحن يتحدث كانوا أكثر ارتياحاً بزيجاتهم في الأفراد المستخدمين لكلمة الأنا.